فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثر في الآونة الأخيرة انتشار بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال، بعض الرسائل عبر الهاتف الجوال، ومن ذلك أننا سنوحد الدعاء على الأعداء فجر هذا اليوم. وكذلك يقول: إن هناك رؤيا صالحة تدعو أهالي الخليج، إن هناك رؤيا صالحة، رؤيا صالحة تدعو أهالي الخليج لقراءة سورة الأنعام الليلة. السؤال: هل يجوز اعتقاد ونشر مثل هذه الكلمات؟ لا، هذه يجب رفضها ويجب إنكارها، لأنها بدع، لأنها من البدع، والمبتدعة يروجون البدع بأي وسيلة، وسمحت لهم الجوالات هذه وصاروا ينشرون فيها البدع، فاحذروهم وحذروا من هذا. والرؤيا لا يشرع فيها أحكام، الرؤيا لا يشرع فيها أحكام، يقال يستحب كذا بموجب الرؤيا التي رؤيت، أو يجب كذا، أو افعلوا كذا، ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تشريع، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى التشريع. فاللي يجي يقول للناس افعلوا كذا، أنا رأيت كذا، افعلوا في يوم كذا، اقرأوا سورة كذا، هذا من البدع المحدثة، فاحذروها. والدعاء ما يحتاج اتفاق، الدعاء كل مسلم يدعو ولا يحتاج اتفاق، كل مسلم يدعو حسب ما يتيسر له. نعم.